شو رحت على الاسكيمو وجبت لك سمك وجيت كبير كبير يا شيف كبير لكن الله طول عمرك كبير عمي شوفها شوف السمكات شغل ابو راتي ما شاء الله بس انا رايح اقعد نص ساعه جنب الصوبيا وراجع لك ايه وين صوبيا وانا راجع راجع اطبخ لك انا بس شوي طيلجت لانه طيب لا تتاخر علي اجيتك هلا دفيت انا تعال شوف وعلى كل عملت بالسمكات ها؟ لا لا ولا شيء بس نفهم هلا شو بدك تعملنا فيه هدول هذا السمك اسمه تشوبرا مشهور كثير بتركيا وكثير ظريف وكثير طيب وانتم شاركونا كمان شو بتسموا هذا السمك ببلدكم يا ترى؟ هلا هذا في عنده في عندكم منه بالكويت؟ في بس صراحة ما بعرف شو بسموه انتم متعودين على السمك الزبيدي يعني الغالي فلوس شوفي على السمكة شايف مدلجة السمكة تتليج شايف ما احلاها 10 سمكات جايب لك بس كان مد منيح كمان منيح لا 10 منيح هي هيك بسرعه راحت وجهك اخي عايش بالكويت اجباري طبيعي هلا اول شغله خلينا نخسرهم طبعا هو المحل بينظف لك اياهم هيك من جوا وبيقشر لك اياهم عشان اذا عليهم شيء لازم تلاقي ملمسهم هيك ناعم اذا لقيت شيء ملمسهم مو ناعم معناها بدك ترجع تقشرهم بالسكين خلص ما دام ملمسهم هيك ناعم أنا نضف لك نصها بس خلينا نخسرهم على السريع بمي باردة لكن ونحطهم على جنب ونجهز التتبيلة تبعهم بس ما سألتني شو بدي ساوي لك فيهم شو بدك تسوي لنا فيهم؟ سمك شو؟ سمكة حرة بتعرف السمكة الحرة؟ حرة يعني سبايسي يعني؟ هي اسمها هيك بس مو ضروري تكون سبايسي يلا خلينا نبلش هلا أنت عايش بالكويت أكيد بتعرف كيف بيعرفوا السمكة إذا تازة ولا لا؟ شلون هات يعني مثلا اول شيء انا بدي الجلاك هنيك بس هيك ها هذا بتستعمل جوز واحد طول الحلقه يعني طول الحلقه؟ ايه يعني بتغسله وكذا بترقع بتلزقه دبر حالك ايه ما صعب؟ ما في انتاج مو كثير ماشي انتاج قاعد ورا بتسمع ما شكلك مو انت اللي بتجي بالبيت من طريقه تلبس الكفوف ما لك عارفه تلبس احنا ما بنلبس كفوف ايوه احنا عيب اللي بيلبس كفوف اه بتجي بدون كفوف ايه طبعا ما بدي اشبه ايديه لا لا شو الفازلين عم تستعمله؟ في والله ممكن واحد مرهم الخيار هلا انا من ناحيه الشغلات اللي بعرفها ايوه اول شيء ما لازم يكون طري يعني لما تلمس عليه هيك لما تلاقي السمكه كثير هيك مرتخيه وطريه معناها صار لها زمان متسطحه فوق الثلجات ايوه ورايحه يعني بايته والعين العين ما لازم تكون محمره شفت لها عينها محمره منك شيء لا لازم تكون هيك عم تلمع شايف كيف عم تلمع ايوه وملمسها قاسي لساتها يعني تازه يلا خلينا نغسلهم ونجهز تتبيله شو رايك تغسلهم كلها ونجهز تتبيله يلا لك ايه لا تستحي منها للسمكة افتحها من جوا لقول لك ايه وعد عضك اه لا برا لا 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 يلا هي نظيفة ما شاء الله عليها من قلبك روح شايف لك بدك تاكل سوا بدك تشتغل هذا بيجي فيه حسك هذا؟ لك انا هذاك الفيلم انت حضرانه من زمان اسمه سمك بلا حسك ما له علاقة بهذا السمك وهلا يا غوالي بدنا نتبل السمكات تبعنا بتعرف هلا جماعة أهل الساحل حيزعلوا مننا ليش؟ لأنه بيقول لك السمكة ما بتتبل مثل ما هي مثل ما هي أنا ما بتنبلع معي صراحة بغص فيها يعني إذا ما تبلتها وكذا تخيل يا عازمة في عندي أخذ لك السمكة أحط لك إياها بالفرن شوية أطلعها رش لك عليها ملح ولا كذا